صباح الخير، فيديو جديد، فيديو طبعا ايه مختلف. هنتفاجئ، هنتصدم، يعني في مشاعر كتير هتبقى موجودة في الفيديو ده. حاليا في مشاعر رهبة، خوف، فضول، وفي مشاعر بدأت تظهر تانية. ليه بقى؟ في كور بدأت تتسرسب من البوكس من قبل ما افتحه. دي كده هتتحول لمشاعر عصبية. ليه؟ مين هيكنس الاوضه؟ طبعا طلبتوا مني كتير جدا ان انا اجيب البوكس العشوائي او اللي هو الماستري بوكس. زي ما انتم شايفين دي النتيجه اني جبته. تعالوا بقى نفهم ونعرف ونشوف البوكس ده فيه ايه، وهل هو فعلا يستاهل ولا ما يستاهلش. مش بس كده، احنا هنحسب الحاجه اللي جواه كمان. قبل ما نبتدي الفيديو متنسيش اللايك 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 بتاع الفيديو، واهم حاجه السبسكرايب. لا تخرجي قبل ان تضغطي على زر الاشتراك. وهيا بنا. طيب اول حاجه للي مش عارف فكره البوكس ده مثلا بيبقى ليه كذا، يعني كذا بوكس وكذا سعر. فكرته ان انت مثلا لو جبتي حاجات سايبه ب 500 جنيه، البوكس مثلا ب 500 بيتحط لك جواه حاجات ب 600 جنيه. لو اشتريتي حاجات ب 1000 جنيه بيتحط لك جواه حاجات ب 1300 جنيه. فاحنا هنشوف وهنحسب وهنعرف. يلا بسم الله. ما بيتشقش. اني خايف هتفاجئ، حقيقي هتفاجئ، وانا بخاف من المفاجآت، اقسم بالله بخاف من المفاجآت. كيور كيور، في حاجه ظهرت، في حاجه ظهرت. لا انا تعبت وانا بفتح البوكس. هاتيلي سندوتش في اي حاجه. ان 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 اني خايف. استنى هزق. عملت كده هيبقى في بحر كور، هيبقى في دم كور دلوقتي. بصوا هتطردني من البيت. اول حاجه ظهرت كام؟ هو انت اصلا لما تيجي تطلبي البوكس ده خليكي تكتبي زي ابلكيشن كده ان انت ايه تختاري، مش تختاري، ان انت تكتبي مثلا الالوان اللي بتحبيها. هو يعني حلو بس ضخم عليا شويه. جميل جميل. لا حبيت لونه بس هو كبير على دماغي. استنوا كده اما اضيقه. حلو بس صغير على دماغي. هو معمول لدماغي مش لدماغي. طبعا نسيت الوش ده افكركم بيه. تعالوا يا جماعه نشوف في ايه تاني. في شيبس انا شايفين حاجات حلوه. شفت بتاع رول جربت قبل كده ده بتاعه ايه؟ واوريو والشوكولاته بتاعت فلوس الدارك. اللي بعده ده ايه ده؟ بوبانا، عرض من بوبانا ومكتوب على السعر، مكتوب ب 22 جنيه بدل 36 جنيه. استنى بقى اشوف ده فيه ايه. بوبانا دي انا ما جربتهاش قبل كده، بس هي براند بتاعت ماسكات وحاجات كده. ده اللي هو ملح البحر ده. صابونة التفتيح بخلاصة الزبادي والسباتي، الزبادي وفيتامين سي. ده شكلها. بعد كده انا عايزة اعرف البوكس الكبير ده فيه، بس هنسيبه نستنى شوية عليه. ده ايه؟ دي اللي هي المكنه بتاعت زفت الشعر. دي من شكلها كده باين ان هي باليت اي شادو. عمالين تقولوا لي اعملي ريفيو عن بريتي وومن ولا ثانيه ماي ثانيه، ما انا قلت لكم لا هجات لي واحده اهي. اقسم بالله زيت من الفاكهه، احنا كده نقعد للسحور. طلبتها ونورتها. بعد كده شكلها
ريحتها حلوة. اللي بعده اللي بعده ده احنا انا عايزة اعرف البوكس الكبير ده فيه ايه. ثانية واحدة، البوكس ده مش غايب عليا. بصوا هما بيحطولكوا على حسب اهتماماتكوا، يعني انا حطيت الابلكيشن كتبت ان الاهتمامات بتاعتي الميك اب والفاشن والبيوتي وكده. ايه ده كنت محتاجاه، جهاز البخار. كويس ان انا مشتريتوش. ايوه جهاز البخار بس ده القديم، ده اللي كان عندي زيه وباظ. انا كنت محتاجه الحقيقه اجيب الجديد الصغير ده اهو، زي اللي كان عندنا بالظبط فاكره. شايف اللي بعد ال بتاع التليفون بتاعه البشره، ما جربتهاش قبل كده. ناكل بس عملت مجهول وجوع. جايبه الفرش دي، يعني هما تعبوا عشان يلفوا الحاجات دي وانا تعبت عشان بفكها. طب ليه من الاول؟ ايسنس ميك اب برش. طقم فرش. اوه ايه ده يا جماعه ده؟ انتوا بتسجروا وترموا في البوكس؟ يعني انا دلوقتي هتفضح قدام الحاج يفتكرني بسجر؟ مش تركزوا انتوا بترموا فين؟ دي شنطة ميك اب؟ شنطة ميك اب. دي شنطة ميك اب اهي. اوه دي مليانة. مش حاطين شنطة فاضية، حاطين شنطة مليانة. فيها ايه بقى؟ يعني بما اني ميك اب ارتست كده فانا ما بستخدمش الحاجات الكوبي. هتشوف ده ايه؟ ده بوتوكس ليب جلوس. اوه هينزل نازل جري اهو. اسمه بوتوكس ووتر بروف. ده شكله بريتي وومن، ماسكرا من بريتي وومن اهي. بعد كده ديرما رولر اهي. بعد كده من ان واي اكس، طبعا ان واي اكس طبعا الكوبي. ده ايه؟ ده ايه؟ ده روج ده ولا ايه ده؟ روج روج كانت وقعت. روجين اتنين في واحد. تنت ستيك تنت ده بلاشر تنت مش روج. تين ده سيفورا. سيفورا طبعا سيفورا كوبي برضو، بس لازم نوضح لو تفتكروا الحاجات دي اوريجينال. ايه ده؟ اوه ايه اللون الجميل ده؟ دي عامله زي الاقلام تقريبا. ما انا حاسه ان في حاجه بتتفتح. مصوره ازاي؟ أيوة عامله زي الاقلام اللي هي بتبقى لون بتشيليه وتدخلي بيطلع لون تاني. ايوه عامل زي الاقلام اللي هو كان سنون. مش كان سنون؟ تشيلي السن وتحطيه من تحت. عندي برضه استيك وتزقي بيه من تحت. سلام على الحاجات الكوبي لما بتعمل شغل عادي. بعد كده ايه دي؟ ليميتد اديشن كمان. اوه خواتم في المقاس. الله ده صباع رجلي ده ولا ايه؟ مقاسي يا جماعة. طب مش تسألوني على مقاس صوابعيني اهو. الباقيين جم، هو واحد اللي ما جاش على ماسي. انتوا حطوا لي ساندوتش ولا كريب ولا اي حاجه. واحد بيجوع يعني هو بيفتح الحاجات دي؟ لا 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 لسه في درج هنا يا جماعه. استنى مش عارفه اقفل دي. وش في هنا بقى؟ ايه ده؟ اي لاينر بريتي وومن. ده قلم كحل. ده
كده كونتور كريمي وهايلايتر كريمي من بريتي وومن اهو، لاينر من بريتي وومن اهو، خلاص كده خلاص. فاضل دي انا شايفه فرشه، فرشه ميك اب، رسمه فرشه ميك اب. دي اضاءه بالله تقريبا، حاسه ان في حاجه بتحصل في الاوضه عايزه تخش. دي لمبه تتعلق علشان لو عايزه تعملي ميك اب او كده بتتعلق في دول وتعلقيها في المكان اللي انت عايزاه بتنور تطلع نور. انتي بترعشي ليه يا حبيبتي؟ شوفي كده الزرار ده ممكن يكون بينور، ممكن يكون بينور اهي. لا بتنور دلوقتي. دي جي عمرو حاحا في قاعة كده، مش هنحط ميك اب كده في قاعة. ده خلص ده خلص. بصوا بعد ما كليك كوري بالله ولا ايه؟ اوعي تفتكري رمل وتقومي عامله بيبي. بصوا البوكس ده انا طالباه ب 1000 جنيه تمام؟ ركت بالله باعجوبه من البوكس وحطيته عشان نحط كل حاجه فيه ونحسب بالتقريب، لان انا في حاجات كتير مش عارفه سعرها بالتقريب، ونشوف هل هم حطوا لي حاجات بقيمه 1300 جنيه ولا لا. يلا بينا نبدا. هنبدا باول حاجه اللي هي مكتوب سعرها، اللي هي 22 جنيه بدل 36 جنيه. دي كده اللي هي الفلولس دي، يعني بتبدا من 50 جنيه تقريبا، وهنقول ان هم اكيد جابوا الاقل على اساس ان هم مثلا اكيد بيتعاملوا مع حد بتاع الجمله او بيتعاملوا مع حد بيبيع باسعار اقل علشان يجيبوا حاجات كتير منه، اكيد بيتعاملوا معاه على طول. فهنحط دي مثلا رينج 60 جنيه، نحط لها 60 جنيه 60 جنيه. سو دوت كوم اقل سعر ليها 63 جنيه 65 جنيه، نحط لهم 65 جنيه. جهاز البخار موجود على سو دوت كوم اقل سعر ليه 209، هنقول 210، بس زي ما بقول لكم ممكن يكون هما بيتعاملوا مع حد جمله فبياخدوا منه اسعار اقل، مالناش دعوه بيها مكسبهم، هنقول 210. رجع يا ابني الجهاز زي ما هو. بعد كده في حاجه جمله؟ انا يا جماعه مش فاكره الشوكولاتات دي كانت بكام. في شوكولاتات مستورده ليه ما اتحطتش؟ ليه اوريو؟ ليه اوريو؟ واوريو اللي فيها 3 مش اللي فيها 10 مثلا 6، ما ينفعش 10 اصلا 8. ليه اوريو فيها 3؟ ماشي هنقول دول مثلا ايه؟ 15 جنيه. انا ما اعرفش سعر الجالاكسي، مش فاكره اسعارهم، نديهم 15 جنيه. سجل يا ابني 15 جنيه. قالت صاحبتي قالت لي الكوبي دي يعني كترها هتبقى 150 جنيه. شكلها 150 جنيه. برضو الباليت دي دورت على الفيس وكده، فبرضو صاحبتي قالت لي دي في حدود 150 جنيه. انا استعنت بصديق قالت لي الباليتات دي مش هتزيد عن كده، دي مش كوبي، لان اصلا مفيش براند اسمها بريتي وومن، دي صيني بتتباع في المحلات يعني ورخيصه وكده. 50 جنيه مثلا، مش عارفه بصراحه، او ممكن اقل، اعتقد لحد كده بتتباع ب 30 جنيه وحاجات كده، نحط له 50 جنيه. تستاهل 50 جنيه؟ صاحبتي بتقول لي على الكاب محمد رمضان قوي. دي عملت سيرش عنها في سوق لقيتها ب 20 جنيه. فاضل الشنطه دي، ده انا هفصصها دلوقتي واطلع اسعار كل حاجه فيها. امال ايه؟ هو احنا بنلعب هنا ولا ايه؟ جبت طقم الفراش ده بتاع اسنس اهو على جروب بيتباع ب 35 جنيه. كحل بريتي وومن. بجيبهم والله 25 جنيه، سجل يا حاج. اي لاينر بريتي وومن 45 جنيه، سجل يا حاج. حلو ان بريتي وومن يعني اتشهرت الفتره الاخيره على الفيسبوك قوي فاسعارها موجوده. كونتور بريتي وومن هو مش هو بالظبط بس نفس بريتي وومن برده، كونتور ستيك 35 جنيه. نشوف دول موجودين برده ولا لا. ستيك نوي اكس لقيتها. يا لهوي ده كل حاجه موجوده اقسم بالله. 35 جنيه. ده روج ووتر بروف، اسمه ايه؟ بوتوكس ووتر بروف. روج ده هيبقى ايه؟ نديله نفس الاسعار دي، هيبقى 30 جنيه مثلا حاجه كده. ايرما رولر بتتباع ب 60 جنيه على سوق. دي كده يا حبيبتي 60 جنيه. في حاجات كارما في السعر فيها. فاضل الاربع حاجات دول.
القرواش بتاعت سيفورا دي لقيتها 35 جنيه. دي الماسكارا بتاعت بريتي وومن مش لاقيه لها سعر، بس هتبقى نفس الرينج يعني 35 جنيه مثلا. طيب طقم الخواتم ده الرينج بتاعهم بيبقى 20 جنيه مثلا. الشنط اللي بتبقى زي دي اعتقد ان هي يعني هي مش هتعدي ال 100، فهتبقى اقل يعني مثلا هنحط لها 100. بعد كده دي مش عارفه ممكن تبقى بكام، ممكن تبقى ب 30 جنيه مثلا او ب 40 مش عارفه. هيبقى التوتال مثلا 1160 حاجه كده. طبعا في حاجات انا مزوده في سعرها، في حاجات ما اعرفش سعرها. 1160 تمام. يعني لو كان الموضوع يعني مثلا مش بكثره الحاجات، انما مثلا ايه ممكن مثلا بدل الاوريو والشيبسي مش عارفه ايه كنت جبت شوكولاته مثلا مستورده اللي هي بتبقى ب 25 اللي هي ميلكا ولا الحاجات دي احسن بكتير. مثلا بدل الخواتم والميك اب الكتير ده كنت جبت مثلا سلسله فضه اللي هي ب 100 جنيه الحاجات اللي هي سامبل جدا الخفيفه. جهاز البخار مثلا لو عايزه اجيبه اجيب الاحدث، يعني ادور على الحاجه الاجدد ما يبقاش حاجات كتير بس في الاخر هبص لها بصيت انه مش هستخدمها او مش دي الحاجه اللي انا عايزاها، لا يبقوا كام حاجه مش لازم حاجات كتير قوي، كام حاجه بس حاجات تفرح او تبهر. ده بالنسبه لي انا. فقولوا لي انتوا رايكم حسبتوها صح ولا لا. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش طبعا تعملوا اللايك وتعملوا السبسكرايب عشان يكون فيديو جديد. باي باي. اه يا عمك يا رضا يا لا.